بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. على مدار شهر لم أنقطع يوما عن السعي فيما يتصل بضريبة القيمة المضافة. العمل شيء، والجعجعة شيء، والاستعراض شيء. لا أنا معني بالجعجعة ولا أنا معني بالاستعراض، وإنما معني بالموقف وبأن أنهض برسالتي وواجبي كما ينبغي أن ينهض بها. تتويجا لجهود مضنية بذلتها وأبذلها، التقيت اليوم في 9 صباحا بمجلس الوزراء مع الأستاذ الدكتور وزير المالية ووفد مصغر من مصلحة الضرائب، وظني أن صور هذا اللقاء أو بعض صور هذا اللقاء قد نشرت لكم على موقع النقابة. وكان موضوع اللقاء هو التحاور والتناقش حول ضريبة القيمة المضافة وما يجب وما لا يجب فيها، سواء من ناحية التشريع الذي قلت وأكرر أنها ليست مهمة وزير المالية، التشريع مهمة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، أما التعامل مع القانون فهو محكوم أو يمكن أن يكون محكوما بالبروتوكول. البروتوكول هو باختصار وسيلة للتعامل مع موقف ملتبس نتضرر منه أشد ضرر. لا أريد أن أتحدث طويلا، وإنما أريد أن أنقل إليكم أنني فيما يتعلق بالقانون قد خاطبت السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب بخطابين تقريبا متطابقين. عرضت فيهما أنه جرى إعفاء الأطباء من استئداء ضريبة القيمة المضافة تقديرا من المشرع السلطة التشريعية لكون الطبيب فيما عدا المؤسسات الطبية والمستشفيات، دي قصة تانية، يتعامل مع مرضى وهم في حالة حرجة، ومن أجل هذا كانت حكمة استبعادهم من استئداء الضريبة من مرضاهم أن المرضى في حالة ضرورة. وذكرت لكل منهما، السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب، أن هذه حالة الضرورة بحذافيرها وأكثر تنطبق على عملاء المحامين. عميل المحامي ما بين معرض في حياته قد يحكم عليه بالإعدام، وما بين معرض في حريته قد يحكم عليه بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس، وما بين المطالبة بحق ضائع أو مضيع أو رفع مظالم. فعملاء المحامين في حالة ضرورة أشد من حالة المريض، وأن الحكمة التي اقتضت إعفاء الأطباء تقتضي إعفاء المحامين ليس من الضريبة، لأن الضريبة غير مفروضة على المحامي، الضريبة مفروضة على متلقي الخدمة. هم في حالة الأطباء المرضى الذين أعفاهم المشرع من أداء هذه الضريبة إلى الأطباء، وفيما يتصل بنا هذه الضريبة مفروضة على عملاء المحامي مش على المحامي، ولكن يظن أو يعتنق أن المحامي عليه أن يستأدي هذه الضريبة القيمة المضافة
من عميله ليوردها للدولة. وذكرت ولا زلت أذكر أنه من المحال على المحامي وهو يتعامل مع متهم أو مطالب بحق أو مظلوم أن يأتيه في أزمته ليطلب إليه مبلغا من المال ليؤديه عنه إلى الدولة، وأن الحكمة التي اقتضت إعفاء الأطباء من هذا الاستئداء تقتضي إعفاء المحامين من هذا الاستئداء. أنا أعلم أنه مجلس النواب الآن قد رفعت جلساته، أنه يجري على قدم وساق انتخابات أو إعداد للترشيحات مجلس النواب القادم، ولكن أحب أن أذكر لكم أنني قد تلقيت اليوم من مجلس الوزراء خطاب صادر إلى الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، يقول له إنه مرسل إليه صورة كتاب السيد الأستاذ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب المؤرخ 14/9/2020 بشأن طلب الموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء. ويقول الخطاب إلى الدكتور وزير المالية: يرجى التفضل بالنظر والتكرم بالتنبيه بالدراسة والإفادة بالرأي توطئة للعرض، مع التكرم باعتبار الموضوع هام وعاجل، وتحت صورة مبلغة للسيد الأستاذ رجاء عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. هذا هو تعامل متحضر في قضية نحن مسؤولون كمحامين أن نتعامل مع القانون بالقانون وبالحجة وبالمنطق، والمنطق الذي يدعو بغوغائية للتحريض على ما يسمى مظاهرات أو وقفات بغرض لاوي ذراع الدولة، لا ظروف الوطن تسمح بهذا ولا هذا هو الأسلوب المجدي. الدولة حينما فرضت هذه الضريبة من 4 سنوات لابد وأن ذلك كان لحاجة الدولة، وهي تواجه الإفلاس من البحث عن موارد تستطيع بها أن تنهض بالتسليح وبالنفقات العامة وبالمرتبات وبالمعاشات وبالصحة وبالعلاج إلى آخر المهام القصوى الموكلة إلى الدولة، والتخلص من العشوائيات وإقامة أحياء جديدة إلى آخره. وبالتالي التعامل الواقعي الحكيم مع هذه المسألة يأتي كما التزمت أو كما هداني تفكيري إلى عرضه، إن أنا ما أطلبه هو أن نستبعد من تطبيق هذا القانون. وهذه مسألة يمكن للدولة من واقع الدراسة التي طالبها رئيس الوزراء من وزير المالية أن يستبعد المحامون من تطبيق هذه الضريبة. هل يا ترى ده نهاية المطاف؟ لا، ولكن نحن مسؤولون كرجال قانون وعنا على حال الوطن والظروف التي يواجهها أن ندير هذا الحوار المنطقي القانوني بيننا وبين الدولة، مش للي ذراع الدولة، فالدولة ذراعها لا يلوى، ولسنا مطالبون بهذا، ولا يليق أن نتحرك تحت هذا الشعار الغوغائي، وإنما نحن نملك الحجة ونملك عرض الحجة، وقد فعلت وسأظل أفعل. هذا شق جاري على قدم وساق، وأنا لا أحب الحديث كثيرا حول ما أفعله رعاية للمحاماة وللمحامين. لست أتجبى حينما أقول لكم أنني منذ انتخبتموني نقيبا أنا متواجد في النقابة يوميا من 9 صباحا حتى 6 مساء أو قرب 6 مساء، وقطعت مكتبي الخاص من أجل أن أكرس جهدي للنقابة وللمحامين وللنهوض برسالة المحاماة
وبالقائمين بها. هذا شق لم يمنعني ولا يمنعني من أن أدير وقد أدرته حوارات متصلة بيني وبين الأستاذ الدكتور وزير المالية حول البروتوكول وحول ما ينبغي أن يستبعد منه وحول ما ينبغي أن يقبل أو لا يقبل وحول ما يجب أن يجري بيننا وبينه بالتراضي بينه وبين مصلحة الضرائب. وقد ذكرت لكم من حوالي 5 أيام أنه أنهى إلي أنه لا يطالب بتقرير شهري أو بإقرار شهري من المحامي، وأرسل إلي التعديل الذي صدر على في سنة 2019 على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة اللي صادر من 2016، والزملاء اللي ما عملوش حاجة في 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 لغاية الشهر ده فجأة انفتحت النيران على رجاء عطية. طب ليه؟ طب ما هو القانون بيطبق بقاله 4 سنين، وحسر القانون كما قلت يا إما بتعديل تشريعي أو بأن تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، إنما مش بالدراع، والدولة لا تؤخذ بالدراع، والأمور بين رجال القانون لا تؤخذ بالدراع، تؤخذ بالعقل والمنطق والحجة. أكمل بقى. الحوار لم ينقطع بيني وبين وزير المالية، وأنهى إلي كما أنهيت إليكم أنه لا يطالب المحامي بأن يتقدم بإقرار شهري، وحسبه طبقا للائحة التنفيذية للقانون أن يتقدم ب4 إقرارات في السنة كلها وفي الوقت الذي يناسبه. مؤدى الوقت الذي يناسبه أنه يستطيع أن يتقدم بالإقرارات الأربعة في آخر 2-3 شهر في السنة، خلاص ما بقاش في إلزام أنه يتقدم كل 3 شهور طوال السنة، طالما قدم 4 إقرارات هذا مقبول ويكتب فيها ما يشاء. وهذا هو ما تكرر اليوم في الحديث، ولكن اتفقنا على أشياء. أنا مش عاوز أقول بشارة ولا يعني أتزايد في الكلام، إنما أنا عاوز أنقل إليكم ما تلقيته وما التزم به معي السيد الدكتور وزير المالية في حضور وفد الضرائب، ويجري إعداد هذا كتابة، أن الضريبة المستقطعة ستكون قطعية. هقولها تاني، أن الضريبة المستقطعة ستكون قطعية، وسيجري وضع هذا سواء في تعديل للبروتوكول أو في بروتوكول آخر ينشأ مجددا ينص على هذا نصا واضحا صريحا، أن الضريبة قطعية. 2، أنه فيما يتصل بالإقرار توكيد وتأكيد على أن المحامي لا يطلب إليه طبقا للائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة إلا أن يتقدم طوال العام ب4 إقرارات في الوقت الذي يناسبه. وذكرت وأذكر لكم أن المحامي يستطيع أن يجمع ال4 تقارير في آخر 2-3 شهر في السنة وكأنهم إقرار واحد. هل يا ترى ده يكفني عن أن أنا أسعى سعي لدى السلطة التشريعية ولدى الحكومة لإعادة النظر لمعاملتنا كما يعامل الأطباء؟ لا، ولكني أتحرك على كل ميدان بما يستطاع فيه. لا تصدقوا من يدعونكم إلى الغوغائية، حال الوطن لا يتحمل هذا العبث. إذا كان مسألة أن رجائي مطلوب أن يمشي أنا أمشي، مش مشكلة خالص، أنا جاي بناء على رغباتكم وجاي بناء على انتخابكم، ولا أظن أنني قصرت ولن أقصر في القيام بواجبي ورسالتي. ومع ذلك إذا كانت الحدوتة أن رجاء عطية ناس شايفة أنه يمشي أمشي، مش مشكلة خالص يعني خالص. وليهدأ الذين يشغلون أنفسهم في دفع رجاء عطية للرحيل أو تعجيزه عن القيام بمهامه، أنا لا أبالي بهذا. وزي ما قلت وحقول دايما، أنا مع الله
وأنا مع المحاماة، أنا أعمل بالمحاماة من 61 عاما، لم أرتكب صغيرة، وبنيت أمجادا في المحاماة، وإذا كنت قد تفرعت منها إلى التأليف والكتابة فدعوني أقول لكم إن الأصل هو المحاماة، والمحاماة هي التي زودتني بالعلم والمعرفة والأسلوب واللغة التي أسطر فيها أو أسطر فيها مقالاتي ومؤلفاتي. المحاماة هي حياتي، هي عشقي الوحيد، وأنا لا يمكن أن أفرطه لا في المحاماة ولا في نقابة المحامين ولا في مصالح السادة الأساتذة الزملاء والزميلات المحامين. تابعت وسوف أتابع وأبحث عن المزيد، ملتزما حدود القانون والأصول والحجة، زي ما قلت قبل كده مرارا، من يملك الحجة لا يحتاج للسباب، الساب الشتام لا يملك حجة، عشان كده هو أسلوبه يشتم ويقبح ويعيب. وعلى فكرة احنا أزمتنا بس مش في العيابين ولا في الشتامين، أزمتنا الحقيقية أو مشكلتنا في غياب الرجولة، غياب الرجولة التي تقتضي من الرجل أن يقول للعيب هذا عيب. في معايب كثيرة ترتكب، واجب على الرجال أن يقول في وضوح بلا توازنات هذا عيب. هذا هو لب المشكلة. خرجت من وزارة أو من مجلس الوزراء بعد اجتماعي مع الأستاذ الدكتور وزير المالية ووفد الضرائب، لألتقي بالأستاذ المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل للاتصالات والترتيبات الإلكترونية، ودار بيني وبينه حوار امتد قرابة ساعتين، وعلى الشاشة الفضائية التي أمامي هلخص لكم الكلام، لأنه الكلام الذي جرى كلام فيه تفصيلات فنية كثيرة ولكنها تستهدف ميكنة رفع الدعوة، قيد الدعوة ورفع الدعوة وتخفيف الجهد على المحامي الذي يستطيع من مكتبه أن يفتح الشاشة وأن يسجل طبقا للنموذج المعروض اسم المدعي الذي يمثله أو أسماء المدعين الذين يمثلهم وأسماء المدعى عليهم أو المدعى عليه المرفوع عليهم الدعوة، موضوع الدعوة، شرح لهذا الموضوع وحججه، ثم بيان المحكمة المرفوعة إليها الدعوة، ثم التكليف بالحضور. هذا الكلام يفعله المحامي في مكتبه عن طريق جهازه وقاعد كده، باشا لا يروح ولا يجي. شيء رائع. ورجال تعمل في صمت لتطوير المنظومة القضائية ما بيهللوش. وأنا مش عاوز أقول لكم قد إيه أنا حسيت إن أنا في بيتي وأنا في وزارة العدل، ده شعور جديد. والأستاذ طارق كامل، المستشار طارق كامل، يعني يهمني إن كنتوا تعرفوا كيف استقبل نقيبكم بالاحترام والتوقير والترحيب، وكيف سخر كل الإمكانيات ليشرح لي هذه المهام في صبر طويل ويتخذ الإجراءات ليسجل دعوة باسمي، يعني نموذج علشان يشرح كل هذا. وكان الترتيب أن ألتقي بعدها مع وزير العدل بالصحيفة، ولكن وقتي نتيجة ارتباطي بالمجيء إلى النقابة دعاني إلى أن أستأذن في الساعة 12 إلى 10 دقائق في الاستئذان للإتيان إلى النقابة على أن يكون هناك موعد آخر لألتقي مع الوزير. طبعا تحدثنا في مشاكل قد تطرأ، أنه هذه المسألة تتصل بالإعلان، يعني رفع الدعوة، تحدثنا في هذا وعرض ما لديهم في أسلوب التطوير، أنه يتم بعد قيد الدعوة
الايه بيان المحضرين والجهة التي سوف تقوم بالإعلان والعناوين وكافة الإجراءات موضوعا في الاعتبار، حماية لعملية الإعلان، ضبط عمل المحضرين حتى لا يحدث عبث كما يحدث عبث. وقد شرحت أن أحيانا العبث يكون مطلوبا من أطراف الخصومة، ممكن يعني ممكن واحد عاوز يعمل إعلان أمريكاني، فبرضو تلاقينا على ترتيبات معمولة، فرض جهاز رقابي، اتفقنا على أنه يجب أن يكون على مستوى عالي من الكفاءة والجدية في العمل، يراقب عمل المحضر في القيام ويحسب النسبة والتناسب، ويراقب مسألة السجل أو الخطابات المسجلة التي اجتمعنا وسأل في البريد ما نسبة عدد المسجلات التي تصل، قالوا لا يتجاوز 10%. والقاضي غير مكلف انه يبحث المسجل ده وصل ولا ما وصلش، وعلى من ينكر وصول المسجل ان يتحمل هو عبء اثبات ان المسجل لم يصل. وطبعا كلنا كمحامين عارفين الحدوتة دي، واتفقنا برضو على ان هذا يقتضي تفعيل عمل مصلحة البريد وتفعيل الرقابة على هذه المسجلات. في احاديث يعني مش عاوز اقول شيقة، اكتر من شيقة، يعني بتديني امل في بكرة، وبتديني امل في ان في ناس جوانا بتشتغل باخلاص وعاوزة تحقق نتائج، وان هم فاهمين كويس قوي انه ده في خدمة المحاماة، وحريصين على ان هم يقولوا النقيب المحامين تعالى وقول لنا اقتراحاتك وانت شايف ايه وعامل ايه. وخدوا بطاقتي المحاماة وقال بطاقة الرقم القومي وسجلوا بياناتي وشاهدت على الشاشة الخطوات خطوة بخطوة والإيميل بتاعي، وعلشان برضو لا يحدث تزوير الاسم الأول للأم، لأنه قد تتشابه الأسماء فيما يتصل باللقب والاسم، اسم الأم الأول بدون اللقب يكتب حاجات 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 تفرح حاجات تفرح. انا طوال الساعتين الا ربع اللي قعدتهم مع مساعد وزير العدل انا مسرور الخاطر، ونما لدي الامل في ان احنا بكره هيبقى احسن من النهارده، زي ما النهارده احسن من امبارح، وزي ما بعد بكره ان شاء الله هيبقى احسن من بكره. أنا يعني عندي حاجات كتير جدا أحب إن أنا أقولها، إنما أنا حبيت الرسالة دي تصل إليكم، و الوقفة دي لعلها تنقل إليكم أنني أحبس ما لا أريد الإفصاح عنه، كان ظني ولا يزال أن حقي على زملائي وأبناء المحامين حتى الذين لم ينتخبونني حق كبير الوفاء به بين أيديهم، أما أنا فيعلم الله ربي أنني أفي بكل واجباتي بمنتهى الأمانة والحرص والإخلاص. أطيب التمنيات لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.